في ايه؟ يا عم صبور مفيش، مش عارف امشي. ما تفجرنيش يا ابو نسب، مش عاوز اتلم اشلاء. اتلم ابو نسب. انت عامل كده ليه؟ هو انت لابس حزام ولا ده؟ يوه عايز اركز يا عم. حاضر. هو انا عملت السقه وبعدين بتركز في ايه؟ استنى. لا 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 لا، قومي افركي في اوضتك، قومي افركي في اوضتك. في ايه؟ ولو قاعده حبيبتي عشان تواسيني فمش لازم خالص على فكره، لان ده مش منظر واحده جايه تواسي واحده ابدا. مين اللي قالك ان انا جايه عشان اواسيكي؟ انا قاعده هنا عشان الخروم اللي في السقف نشعت عندي في الاوضه ومبهدله السرير. وانا اللي فاكراكي جايه تتكلمي معايا على اخوكي واللي عمله فيا؟ وانت ليه ما تتكلميش معايا على حسن واللي حصل ما بيننا، اللي هو انت اساسا السبب فيه؟ مين 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 السبب؟ انت يا سلوى السبب. مش طول الوقت كنت بتمرمطي فيه وتهيني؟ لا يا بت، وانت كنت قطه مغمضه يا بت، كنت نسمه، عمرك ما عملتي له حاجه ابدا. ايوه يا ستي، اتنين مخطوبين يعملوا في بعض اللي هم عايزينه. يعني انت يا سلوى مثلا ترضي ان حد يعمل في عبد الصبور اللي انت كنت بتعمليه في حسن؟ لا طبعا ما رضوش، ده انا كنت كلته بسنين. بقولك يا بت ولاء، الواد حسن ده طيب وبيحبك، كلميه كلميه وهدي الدنيا ما بينكم. الواد ده لو خسرتيه مش هتعرفي تعوضيه ابدا. اكلم مين يا سلوى؟ ما انت شفتي بنفسك كان جاي مجرور وراه ازاي وبيقول لي عايز الهدايا. اكلم؟ لا انا مش عبره تاني اصلا. طب حلو قوي، خلاص ما دام مش ناويه تعبريه تاني بقى اجري يلا اتكلي على الله بره، اقعدي افركي بقى في اي حته تعجبك بره، لان انا فعلا تعبانه من التفكير في عبد الصبور واللي عمله فيا والاهانه اللي انا اتهنتها. فمن فضلك حلي عني عشان انا عايزه انام. صباح على خير. هتقولي انه وحشك يعني ليه المكابرة؟ ما انا كمان عبد الصبور وحشني رغم كل اللي عمله فيا. الله يسامحك يا عبد الصبور منك لله.